السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة كوكا تي في، حماية المستهلك عن خدع البلاك فرايدي، عقوبتها تصل ل 2 مليون جنيه. طبعا يا جماعة الأسبوع دوت أسبوع البلاك في البلاك في البلاك في اللي هو يعني الجمعة السوداء أو البيضاء أي ما يكون، اللي هو بيعمل فيه تخفيضات الناس بتستناه من السنة لسنة عشان بيعمل تخفيضات في جميع أنحاء العالم. طبعا في ناس بتنصب وفي ناس بتعمل كلام هاكس، وفي ناس بتبقى مثلا سعره 3000 فيقول لك ده سعره 12000 ونزلناه ل 3000، هو اصلا سعره 3000 بس هو عشان ايه يحسسك ان هو نزل فيه. فحماية المستهلك بتقول هنعمل عقوبات على الناس اللي هتخدع الناس، وهنعمل غرامات تصل الى 2 مليون جنيه. بس تشيلنا لايك شير سبسكرايب شغل جرس كل الخبر اللي تعرفه اول باول. سلام.